شرعيه هندسيه، وبالاصح انها بتشتغل عليها فن المحاره اللي هي البؤر والاوتار. يعني ايه بؤر ويعني ايه اوتار؟ نشرحها مع بعض بالتفصيل. هنفترض مع بعض ان انا عندي الجنب ده او البورد دي، ده جنب انا المحاره. اوكي، اول حاجه الصنايعي بيعملها ان انا عندي الصنايعي دي بتاع المحاره بتاع السيراميك عنده حاجه ما تفرقهوش اللي هي الخيط. الخيط ده الميزان بتاعه اللي بيحدد بيه السيكنس او البروز بتاع المحاره او بتاع السيراميك او ايا كان. فبيبتدي بتاع المحاره معايا يضرب مسمار في الحيطه كده ويبتدي يسحب خيط لغايه اخر جنب، ومن نفس مكان الخيط ده يبتدي يسحب على الجنب التاني، يبتدي يحزم الغرفه كلها بالخيط. الخيط بيكون مشدود جدا شبه سلك الجيتار بالظبط كده، الخيط بيكون مشدود على الحيطه قوي. الخيط ده بروزه ببروز المسمار بيكون ببروز السيكنس اللي انا عايزه للمحاره، اللي هو وليكن على سبيل المثال غالبا بيكون 3 سم. تمام؟ يبتدي يخلي الخيط ده بارز على الحيطه ال 3 سم دول. لو انا عندي مشكله في المباني، بحلها ازاي؟ انا ممكن اجي الجنب الاقي البروز ده هنا 3 سم، في نص الجدار الاقي 2.5 سم، في اخر الجدار الاقي 2 سم، بسبب ان الحيطه نفسها شاطحه معايا. فانا بحدد ان الخيط بتاعي كده موزون صح وماشي 3 سم مظبوطين مع الحيطه ولا لا عن طريق ميزان الميه اللي انا بحطه على الخيط ده بمشيه عليه. احط ميزان الميه، اذا الخيط موزون معايا خلاص انا كده العيب عندي في الجدار مش في الايه؟ مش في الخيط نفسه. او مش في عدد الخيط، ده الخيط بتاعي كده مظبوط بالظبط. فانا وليكن مثلا بعمل بشد خيط على ارتفاع متر و20 وبعديه على ارتفاع 2 متر و20. فعلى سبيل المثال هنفترض ان الجنب بتاعي ده اول خيط وعندي هنا ده تاني خيط. اوكي؟ باجي على مقاسات معينه انا اللي بحددها بناء على مقاس الجنب، بيجي الصنايعي باستخدام البروه اللي هي دي باستخدام لوح الطاروش يبتدي يعمل بؤك بالمونه بمقاس مثلا 10 على 10 وبالبروز يعادل بروز الخيط بالظبط. فلو انا الخيط عندي بارز 3 سم فلازم البؤجه دي تكون هي والخيط الاثنين على وش بعض بالظبط. تمام؟ فيبتدي يعمل بؤجه هنا ويعمل بؤجه هنا ويعمل بؤجه هنا وموازيا ليها يبتدي يعمل بؤجه كمان هنا وبؤجه هنا وبؤجه هنا. تمام؟ بيتم تنفيذ البؤج دي في الاربع جناب بتوع الغرفه، ويفضل ان هم يكونوا موازيين لبعض كلهم، يعني البؤجه اللي على جنب اليمين تكون في وش البؤجه اللي على جنب الشمال وبنفس المقاسات، نفس البروز ونفس كل حاجه، حتى لو انا عندي مشكله في المباني. انا بستعدل المباني بالمحاره، ان انا بخلي المحاره هي اللي بتخلي الاوضه مربعه مربعه. تمام؟ بعد ما بيعمل البؤج دي على شده الخيط بتاعته يبتدي يعمل حاجه ثانيه اسمها وتر. اللي هو ايه الوتر؟ اللي هو بيجي على مستوى الخيط ده يبتدي يربي مونه ما بين كل بؤجه والتانيه بالشكل ده كده. بسكنس برضه لا يتعدى ال 7 8 سم مثلا. وتر صغير كده. يبتدي يربي كده 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 يحدد في مونه، يعني بالبروه برضه يبتدي يحدد المونه ما بين الاوتار بالظبط، مش في الجزء كله، لا على حسب الاوتار بالظبط. ويكمل المونه بتاعته كده، بعد ما بيكمل المونه كده بيبتدي باستخدام الدراع او باستخدام الايد ده ان هو يساوي الوتر ده على بعضه. يخلي الوتر ده بالنسبه لي بالظبط وليكن ان انا عندي ده الجدار اللي انا شغال عليه، الاقي المونه بالظبط في نفس المنظر ده. وتر كده ماشي داير ما يدور الغرفه كلها. كاني عامل قفص للغرفه داير ما يدور كده. خط فوق وخط تحت. تمام؟ انا مطالب مني ان انا استلم منه البؤج والاوتار دي على حاجه. مطالب مني ان انا استلم منه البؤج والاوتار دي على حاجه. في حاجه ثانيه مهمه طبعا دي احنا ممكن شرحناها اللي هي الطرطشه. الطرطشه دي في بعض المهندسين يقول لك انا بعملها قبل البؤج والاوتار. وفي مهندس تاني لا بيعملها بعد البؤج والاوتار. انا بفضل طبعا انها تكون قبل البؤج والاوتار. ده شيء اساسي. لان الطرطشه دي المسؤوله، الطرطشه دي معناها ان انا بخشن الحيطه نفسها. الطوب الاحمر متركب. الطوب الاحمر لو انا حدفت عليه المونه على طول المونه ما بتعضش فيه، ما بتمسكش فيه جامد. فانا مطالب ان انا بخشنه شويه. بخشنه بايه؟ بالترتشه. الترتشه دي بتتم عن طريق ان انا بجيب مونه برضه متكونه معايا من الرمل واسمنت نفس الخليط بالظبط بتاع المحاره نفسها. خليط المحاره ده بس بخليه بيبقى سايل شويه، يبقى
نسبه الميه فيه اعلى من نسبه الرمل والاسمنت بكتير، وبتتحط في مكنه اسمها مكنه 13. للاسف ما قدرتش اجيبها معايا عشان حجمها بيبقى كبير شويه. مكنه 13 دي بيبتدي يمشي بيها على الحيطان كلها للليفل ان هي بتوصل معايا، يعني الحيطه كلها ما يبقاش فيها قطعه واحده او متر واحد معلوش نونه، سقف وحيطان كلها بالكامل من 13. في ناس ممكن تعملها زي ما قلنا قبل البؤر والقطار، في ناس ممكن تعملها بعدها، الموضوع بيبقى اختياري يعني على حسب رغبتك، بس انا عن نفسي بفضل ان احنا نشتغل فيها قبل البؤر والقطار. تمام؟ في اللحظه دي انا ببتدي استلم مرحله من مراحل المحطه اللي هي مرحله ال 13 والبؤر والقطار، باجي استلم المرحلتين مع بعض ببص عليهم بشوف القطار بتاعتي موزونه ولا لا، بشوف في خيط مشدود ولا لا، الخيط ده ما بيتقطعش انا اللي اقطعه بايدي. الخيط ده انا اللي اخش كده اشيله بايديا، اتاكد ان كان في خيط موجود، اوزن كل الاطوار بتاعتي مع بعض. دي كده اول مرحله انا بستلمها كمهندس او الاستشاري ممكن يستلمها من حضرتك لو حضرتك شغال في موقع كبير، انت بتستلم من الفني او من الصنايعي اللي شغال، يجي الاستشاري يستلم من حضرتك. تمام؟ دي كده تعتبر اهم مرحله حضرتك لازم تستلمها، المراحل اللي بعديها على طول هنكمل شرحها بعد كده.